تفضل احكي يا شيخنا. اخوك ابو صفوان جايبنا معه مشان نخطب المحروسه بنتك لابنه صفوان على سنه الله ورسوله. بقى شو قلت؟ بقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن اذنك شيخنا. ماشي ماشي يا ابو صفوان. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شو يا ابو صلاح؟ شو كنت بدك تقول؟ والله كنت بدي احكي شغله بس هلا شايف انه مو وقتها. يا ابو عبدو مور شو قلت؟ شو بدي اقول يعني؟ البنت بنتكم ومثل ما بقول المثل انت فصل ونحن بنلبس شغله. بعدين جيلكم غالي علي كثير. يعني اعطيتنا اذا الله عطانا؟ اعطيناك اذا الله عطاك. طول بالك يا ابو صفوان، طول بالك شوي. اخي ابو عبدو انا برايي انك تشاور البنت. هيك الشرع بيقول. ما بدها شغلي، ما بدها لا مشاوره ولا شيء. لا يا ابو عبدو، الشيخ نزير عم يحكي المزبوط، لازم تشاور البنت. ليش بقى صري؟ نحن من امتى بناخذ راي الحريم؟ خلص اخي ابو عبدو حكى كلمه وخلص. ما بيجوز يا ابو صفوان، ما بيجوز. اذا كنا يعني ماشيين بالاول على خطا لازم نضل ماشيين على خطانا. قوم اخي ابو عبدو، قوم شاورها. ابو عبدو قوم شاورها احسن. ايه مثل ما بتقول. شو وين رويدا؟ جوا بالمطبخ ابن عمي. خير في شيء؟ لا لا ما في شيء. جاي عريس بدي اياك تشاوريها وتاخذي رايها. ايه ما بدها مشاوره ابن عمي، اعطيهم اعطيهم وتوكل على الله. ما بدكم تعرفوا مين العريس؟ منعرف ابن عمي منعرف، وانا شاورتها للبنت والبنت هزت لي براسها يعني موافقه. يعني انتوا عندكم خبر من الاول؟ ايه تقبرني، اجت اختك ام وضاح اليوم لعنا العصر وحكت لنا. كويس، لكن عملوا لنا شيء نشربه. بتأمر امر، كل شيء بدك يا جاهز. كل شيء جاهز كمان؟ يعني انتوا عاملين حسابكم لكل شيء وانا ما عندي خبر. والله يا ابن عمي استنيتك لحتى ترجع من المشغل، بس انت تأخرت. خير ان شاء الله. يا رويدة يا مر رويدة. ايه يا مو؟ تقبريني جهزتي الكاسات والعصير؟ ايه يا مو كل شيء جاهز. ايه يلا تقبريني انا فايتي ساعدك كمان. مين؟ انا صفوان عمي. اهلين معلم وضاح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا، وهي اجى العريس. انا رايح البيت يا بي. لوين خالي؟ ما بدك تحضر كتب كتابة بالخالة؟ ايه عود يا بي عود، بروح انا وياك. عود. شو اخي؟ ان شاء الله خير. خير ان شاء الله. يعني وافقت البنت؟ اتكلنا على الله. مبروك عليكم. الله يبارك فيك. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا بي. الله يبارك فيكم جميع. صب قهوة خالي. صب يا بي. يا اخي عم قول شو رايك نكتب الكتاب هلا؟ وليش مستعجل؟ شو صاير عليك؟ اخي ماني مستعجل، ماني مستعجل، بس فكري انه الشيخ نزير موجود هون وبحضور هالوجوه الكريمه. ايه ابو عبدو، وخير البر عاجله. ايه مثل ما بتقول شيخي. يسلموا. صب لنا فنجان وضاح. انا رايح البيت يا ابي. لا لك وضاح، ما بدك تحترك بكتابي؟ شباك لك خالي شباك، شايفك معنا بعضك ليكون غلط من صفوان. لا خالي لا، لا غلط ولا شيء. عود خالي عود، عود. صهري يلا بقى صار لازم تخطب له لوضاح. ان شاء الله، الله كريم ان شاء الله. لك وضاح، كنت بدك تروح بدون ما تحضر كتب كتابي؟ ليكون مالك فرحان لي. لا فرحان لك. ايه اخي، خليني نكتب الكتاب. ايه شو عليه؟ يلا شيخي يلا. بس العروس لازم توكل ابوها ويشهدوا اثنين على الوكاله، والافضل انه نسمع موافقتها على العريس. ايه مثل ما بتأمر شيخي. خذ لنا طريق لكان. ايه سيدي مين الشهود؟ مو مشكله شيخنا، مو مشكله. هي وضاح ابن اختي وهي عقيدة بولدها. ايه عن اذنكم تكلي. تفضل اذنك معك. خالي انا. ايه لك ابن اختي. ايه انت والعقيدة بولدها. شرف شرف شيخي. يلا تفضل. بسم الله. يا بنتي نحن بدنا نكتب كتابك هلا، وابوكي
راح يكون وكيلك بكتب الكتاب. انت موافقة على الشيء؟ ايه شيخ موافقة. والعريس انت موافقة عليه يا بنتي؟ بدي اسمع صوتك يا بنتي، سمعيني صوتك، لا حياة بالدين. ايه شيخي موافقة. توكلنا على الله. ان شاء الله زواج مبارك. الله يبارك فيك شيخي. الله يبارك فيك يا شيخنا. سمعونا الفاتحة على نية التوفيق. ان شاء الله الف مبروك ابو عبدو. الله يبارك فيك. يا جماعه بكره الزهره عندنا بالبيت، ها على القطايف، ما حدا ينسى. يا بي انا رايح البيت. وانا رايح معك. يلا وانا رايح معك. وين بدكم تروحوا؟ بدنا نشرب شباب بدو. معلش ابو عبدو، انا وياه عندنا مشوار ضروري. ما بصير عقلي. وانا كمان بدك تسمح لنا لانه الوالد تعبان شوي، خذ لنا طريق ابو عبدو. يا اخي ما بصير، كان بدنا نكمل السهره معنا. خلص ولا يهمك، رو يا بي انا بقي انا بعده. يلا ان شاء الله بنعز. تفضل يلا يلا يلا. الله معكم. الله معكم. الله معكم. مبروك يا ابو صفوان. انت من قبضيات الحرم المحدودين لك والله، يعني يا جبل ميزك ريح. ايه عقيد، بس انا اللي بحيرني انه قدامي وقدام امي قال انه بنت عمه ما بده اياها، وانه ابوه زعلان منه لانه مو رضيان يتجوزها، شو اللي صار بعدين والله ما بعرف. شو اللي صار يعني؟ ابوه جبره عليها. لا عقيد، صفوان انا بعرفه منيح، ما حدا بيجبره على شيء، بعدين ما شفته شلون قاعد عم يجاكرني مجاكره. عمي صفوان وانت بتعرفه هي طبعه. اخي هي الحاره مليانه بنات، وكل اهل الحاره بتمنوك صهر له، فالله يرضى عليك عمي وضاح، هذا الموضوع انسانية من اساسه. شو بنا وضاح؟ ما في شيء عقيد، ما في شيء. ايوه بدي اياك قبضاي مثل ما بعرفك. ماشي عقيد، انت تيسر على بيتك، حابب هيك امشي لحالي شوي. روح الله معك، انا بدي اشوف القبضايات اذا عم بينطروا الحاره. خاطرك عقيد. الله معك. مين هنيك؟ انا ابو ادهم. اهلين عقيد. اهلين ابو شومان. شلونك؟ شرف. شلون بدي قله؟ شلون بدي قله؟ لك والله ما بعرف لف ودور. يلا راح اقول له اياها بالمجر معي. ايه صهري؟ عمول يعني طالما نحن قاعدين هيك ومبسوطين وفرحانين بهالمناسبه، وما في حدا غريب بيناتنا، ومعنا الشيخ نزير يلي هو منا وفينا وما منخبي عليه شيء. الله يبارك فيك يا ابو صفوان. ما فهمت عليه خير، شو في؟ يعني انا وصلني حكي انه إلكم خاطر تخطبوا بنتي لابنك وضاح، ومثل ما بيقول المثل اخطب لبنتك قبل ما تخطب لابنك. يا بي لك ابني هذا ابن عمتك، يعني هو بغلاوتك عندي. بس مو هيك صهري، هاي البنت اعتبرها بنتك، واذا بدك انا من هلا بكتب الكتاب، وعليم الله هذا الكلام ما بقوله لو على قطع رقبتي، وبدكم تنتقدوني انتقدوني. لا يا ابو صفوان لا، ما في انتقاد ولا شيء، والله يجزيك الخير. هو صحيح ما جرت العادة هيك، بس يا ريت كل واحد عنده بنت يذكرها لأصحابه وقرايبيله ويسعالها بالستر. شو قلت أبو وضاح؟ شوف يا أبو صفوان، وضاح ما عم يفكر بالجواز هلا، هو صحيح أنا عم دور على عروس بس مو لوضاح. لك لمين؟ لديبو الأجير اللي عندي بالمضافة. فإذا بيناسبك إنك تخطبه إياها لنتكل على الله. الله يسامحك يا صهري، هلا هي متنا عندها؟ لكن حق عليك يا بي. بس بقول لك عمي، ما بصير تحكي بوجودنا وجود أبوك. بعدين يا أبو صفوان، صهرك ما غلط، وابنه ما عم يفكر بالجواز هلا، وبجوز اللي قال لك يكون غلطان، وهالأجير جاي يخطب على سنة الله ورسوله، فإذا ما بيناسبك قل له ما بيناسبني، وما حدا بيخطب حدا. ايه بس الناس ما امان. لا يا ابو صفوان لا، هالحكي فيه تكبر، الله سبحانه وتعالى ما بيحب المتكبرين. لك صهري انت ليش عم تدور على عروس لديبه وتعذب حالك؟ عندك بنت صبيه الله يسلم لك اياها جوزه اياها. اسمع ابو صفوان، انت حكيت اللي عندك وانا حكيت اللي عندي، بس ما كان في داعي تجيب سيره بنتي لاني مالي عارضها للجواز. السلام عليكم. وين صهري؟ عود هلا. خد لي طريق ابو عبدو، بدي امشي.
يلا يلا تفضل. خدني معك مختار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك أخي. خير يا مو؟ شوفي أبوك وينه؟ يبعت لي حمى، أكيد صاير شي. شو يا مو شو صار؟ مشي الحال يا مو، كتبنا الكتاب ومشي الحال. إن شاء الله ألف مبروك يا مو، إن شاء الله ألف مبروك يا حق. شوفي يا مو ليش عم تصرفتي؟ أخوكي خطب بنت عمك رويدة. ييه والله فكرت أبي صار شيخ كاو. ايه تضربي ما اغلى زيك. ليش هيك حكيت؟ تعال تقبرني لا تقبرني. لك انا شو حكيت؟ مو يكتر خيري عم اقدم له عروس لابنه؟ قال لي اعطيه لديبه. لك مو عيب هالحكي؟ لك اخي انت دائما بتتسرع وما بتتروى منيح، والحكي هذا كلياته ما كان له لزوم. انت الله يصلحك، لك في حدا بالدنيا بيعوض بنته على الناس مشان يجوزها؟ اي والله ما صارت. انا عم بعمل له قدر وقيمه. طيب انت منو قال لك انه الجماعه عم يفكروا يخطبوا بنتك؟ شو من قال لي؟ مرتي. مرتك؟ هي معناتها الموضوع في انها. ابو عبدو شو انها وما انها؟ لانه مرتك دائما بتورطك بشغلات مالك فيها. لك اخي حرمتي ما غلطي، بكفي انها دايره بالها على بيت اختك الموضة. اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو يا ابي خلصتوا؟ ايه يا ابي خلصنا. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. باركوا لعمكم ابو صفوان خطبه صفوان. ان شاء الله الف مبروك. ليه صفوان انت خطب؟ هلا كتبنا كتابه على رويده. يا سيدي ان شاء الله بيتهنى. مبروك عمي. لا انا هالشغله ما عم تفوت بمخي ابدا ابدا. انت الحق عليك يا ام وضاح. ليش؟ لانه حضرتك قلتي لي انه الجماعه رايدينه لوضاح. لا وميتين عليه. طلعتي حضرتك فهماني غلط. البنت رايده ابن عمها، والشيخ نزير حكالي ونحن طالعين انه هو لما سألها اذا كانت موافقة قالت له دغري انها موافقة. ايه موافقة، ومن صوتها حس انها فرحانة كتير. بس انا اليوم كنت عند ام عبده وقلت لها وقالت لي اهلا وسهلا فيكم، البيت بيتكم والبنت بنتكم، شو عدا ما بدا. وانا كمان لمحت لرويدة. ايه والله ما صدقت، طارت من الفرح. لك يا بيب بدكم جننوني انتو؟ لو كنتوا معنا وسمعتوا زلغيط ام عبده كنتوا عرفتوا قديش مبسوطه ومشقرقه. لا شغله فيها انا. ام عبده ما بتطيقها لام صفوان وعندها وضاح بالدنيا، بس انا من بكره الصبح بدي روح اعرف شو القصه. لا تروحي ولا تجي الله يرضى عليكي. شو ما ضل بنات، في بنات كتير غيرها. بعرف بعرف ابن عمي، وبعرف انه البنت انكتب كتابها، بس بكره بدي روح واعرف شو اللي صار. لا واسمعي كمان، الأنكى من هيك إنه أخوك أبو صفوان عم يعرض علي بنته لوضاح قدام الشيخ نزير وأبو عبده. ذكية؟ إيه يا ستي ذكية. وهو شلونه بيعرض بنته قدام العالم هيك؟ قال وصل له حكي إنه نحن رايدينها للبنت. قلت لك في إنا بالنص، هي كلها عمايل مقصوفة الرقبة مرته، وأنت شو قلت له؟ شو بدي أقول له يعني؟ قلت له بصراحة نحن مو مفكرين نخطب له لوضاح. بس يعني إذا رايد تتجوز بنتك بناخدها لديبو. ما قصرت فيه، خليها تجن هي اللي اسمها أم صفوان. يا مو رويدة قالت لي اليوم إنه هي وأمها شافوا مرت خالي أم صفوان طالعة من بيت الشيخ جوهر وسمعوها وهي عم تقلها لا تنسي لي موضوع وضاح. شو؟ وضاح؟ الله لا يوفقها، شو بدها بوضاح؟ ما بعرف، قال عم تعمل له حجاب لوضاح مشان ما حدا يصيبه بالعين. أعوذ بالله من شر ما خلق. هي مرت أخوكي مو رحمانية منوبة. قلتلكن هاي كرنيبة عم تشتغل من تحت لتحت، وكل شي صار من وراها. إن شاء الله ألف مبروك أختي، إن شاء الله تهني حبيبتي. الله يبارك فيك أخي. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك، إن شاء الله بفرح فيك يا حق. لا لسه بكير علي. مبروك رويدة، والله فرحتلك من كل قلبي. الله يبارك فيك يا مرتخي، إن شاء الله بفرحة محجوب. تسلمي. وفيها أمي بدي إياكي بكلمتين.
يلا. شو هالخطبه هي يا خانم؟ هيك على الناشف، لا قطايف ولا محلايه ولا كنافه. لك تقبر قلبي شو بتحب بطنك. خلص وحياة عينك، بكره بقول له للعريس يجيب لك رطل قطايف. يا حبيبي اذا بدنا نستنى صفوان معناتها بحياتنا ما رح ناكل قطايف. ليش شو دخلوا صفوان بهالقصة؟ ليش مو هو العريس؟ رجلي يا رجلي. ايه يا بي، يلا يلا جاي جاي. مسكين رجدي، مفكر انه صفوان هو العريس. والله والله هالرجدي نهفه، شاف عمي ابو صفوان عند ابي بالمضافه، مفكر انه صفوان هو العريس. شو ديبو؟ ابو وضاح بده يخطب زكيه لديبو؟ وانت شو قلت له؟ شو قلت له؟ ما هان علي ابنه؟ قلت له روح اعطيه بنتك انت. ايه منيح، ما قصرت فيه. لو رجوه بسكت له. لك انت ليش لتاخذهم معك؟ ما قلت لك لا تخبرهم وخذ معك بس الشيخ نزير. لك يا بنت الحلال، والله انا ما قلت غير للشيخ نزير، هو قال لهم مشان يروحوا معنا. ايوه ودخلك ابو وضاح وابنه يعني كانوا مبسوطين بالخطبه؟ يعني فرحانين له لصفوان؟ والله ما بعرف، بس كانه كان في شيء شاغل بالهم، يعني عمالهم على بعضهم. ما احلاهم يكونوا على بعضهم. إذا أنت العدل أنا رباطه يا أم وضاح، لسه ما شفت شي. الحمد لله هلأ ارتاح بالي. الله لا يوفقك يا أم صفوان، الله يبعت لك الفالج والعمى يا إلهي يا حق. تقبرني اللي عم يجعك شي؟ لا يا أمي ما في شي، بس هيك راسي شوي عم يجعني. ريته الوجع لراسي يا أمي. الله لا يوفقهم، الله يصطفل فيهم يا حق. تقبرني رح أغلي لك كاسة خشخاش، إن شاء الله بتشربها ودغري بتنام. شو بدي سايب على مصيبة؟ مشكلة أهلها بكوات وإيدهم طايلة. لا ما بيكفي جدبة كمان يتيمة، يعني يمكن ما وراها شيء. بس يلا هي الله عوضني دغري وبعت لي الويدة. بس شو بدي ساوي بسلمى؟ الله يستر.